السلام عليكم، معكم وردة الناجي من منطقة بليونش. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أولا كنبغي نهنئ جميع نساء العالم. ثاني حاجة، اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي غنهضر فيه على الجدة ديالي. الجدة ديالي اللي هي واحد المرأة من منطقة بليونش اللي تبارك الله خلت 20 طفل. تبارك الله، احنا دابا تقريبا 123 حفيد، كنحطوا مواقيل الرقم القياسي ديال المغرب تبارك الله، ولحد الآن الحمد لله باقا عايشة، الله يطول لها في العمر، وامرأة مكافحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني تزوجت هي في سن صغير تقريبا 13 ولا 14 سنة، يعني في سن قاصر، وحتى الجد ديالي كان تقريبا عنده واحد 17 عام ولا 18 عام. فكيف ما قلتكم، أنا واحدة من بين ديك الحفايد تبارك الله. كيفاش كتقدروا مثلا سبقتكم تجمعتوا كاملين 123 حفيد؟ الصراحه ما سبقناش وتجمعنا كاملين، حيت دائما كيكون شويه هذا الفراغ، كيكونوا ناقصين واحد جوج ولا اربعه، حيت بحكم اننا ما ساكنينش كاملين في منطقه واحده، كاين اللي في اسبانيا كاين اللي في المغرب. هذا هو السبب الوحيد اللي ما كيخليناش اننا نتجمعوا كاملين. تبارك الله عليك. بالنسبه للجده ديالك، شنو كتمارس في الحياه اليوميه ديالك؟ الجده ديالي ربت بيت. بالنسبه للجد، الجد حتى هو كان صياد. الجد ديالي كان كيمارس صيد البحري، بديك شي كان عايش وعايش تبارك الله 20 واحد، اللهم بارك. ما شاء الله، عندهم 20 ولد ولا يعني 20 ولد؟ لا 20، كاين فارقين بنات وذكوره، ما بقاوش عايشين كاملين. دابا كاين 15، كاين 8 د البنات و7 د العزاره. سبق له الجد ديالكم هضر على هذا الموضوع هذا؟ سبق له، داز في واحد انترفيو في واحد البرنامج في الاولى مع مجله البحر اللي كان كيقدمه الاعلامي محمد، وهضر في هذا الموضوع، ولكن كانوا في ديك الوقت كانوا باقين 60 حفيد، دابا تبارك الله ما شاء الله 123 حفيد. كيفتخر هو طبعا 123 حفيد؟ اكيد كيفتخر بينا بزاف صراحه، والحمد لله تبارك الله عليه، راه باقي كيعقل لحد الان على الاسماء ديالنا كاملين، وكيعقلنا واحد بواحد، يعني اون فوا تجين عنده غيعرف شكون تينا والعائل دمن وكل شيء. انتينا كتفتخر براسك انك من ضمن هاد العائله هذه؟ طبعا كيحسن لي الشرف، ومفتخره انني نكون كننتمي من هاد العائله هذه. شكرا جزيلا وردة على الحضور ديالك. بارك الله فيك، تنتينا شكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.